اهلا وسهلا بحضراتكم في الفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله. فقره مهمه لان الفقره الحواريه فقره صحافه، فقره الاعلام الرياضي والنقاد الرياضيين. وضيفنا النهارده زي ما عودناكم كل يوم ثلاث احد النقاد الرياضيين المهمين جدا والاراء المؤثره في الوسط الرياضي، ودايما عالم ببواطن الامور في الكواليس والاسرار في الكره المصريه بشكل عام. والنهارده هنستفيد بوجوده قدر الامكان لان هنطرح قضايا وهنتكلم في موضوعات غايه في الاهميه بالنسبه للمرحله القادمه. ضيفي وضيفكم النقد الرياضي الاستاذ احمد عويس. منور الدنيا يا ابو حميد. ربنا يخليك يا محمد، وسعيد ان انا موجود معاك، وسعيد ان انا موجود في قناه النادي الاهلي، النادي اللي انا بحبه وبشجعه على المستوى الشخصي. بالتاكيد حاجه تسعدنا. ربنا يخليك. حاجه تسعدنا وحاجه تشرفنا بالتاكيد لما بنكون احنا ضيوف كلنا على جماهير النادي. طبعا اكيد. طيب هنتكلم في موضوعات كتيره، واحنا على اعتاب مباراه مهمه جدا، مباراه الاسماعيلي والاهلي، لان هي مباراه نادي الاسماعيلي وهتقام على استاد حرس الحدود. تعليقك على المباراه بشكل عام، وشايف بقى ابتدى الدوري يدخل بقى في المراحل، المباريات الجماهيريه، المباريات المثيره، المباريات اللي ممكن نتائجها تؤثر في ترتيب الجدول واحنا في بدايه المسابقه. هو الحقيقه تعليقي على المباراه انه حاله الحسد اللي بيتعرض لها لعيب الاهلي، اللي هو فجاه الاصابات بتضرب لعيب النادي الاهلي بسوء حظ وسوء طالع مرعب جدا. يعني النهارده عمرو السوليه غاب عن التمرين، رامي ربيعه غاب عن التمرين، فتحي رمضان لسه ما تحددش مده غيابه، ربيع. يعني الحقيقه انه الاهلي كان ماشي بخطه ثابته جدا، ولكن الاصابات، واعتقد ان سكواد الاهلي هي قادر انه يعوض اي غياب هيحصل في الفريق مع المدير الفني ريني فايلر. الحقيقه اللي لفت نظري في اليومين اللي فاتوا اللي هو ماتش الاسماعيلي والاهلي، طلب نادي الاسماعيلي فجاه قبل 48 ساعه من المباراه نقل لقاء الاهلي الاسماعيلي والاهلي للاستاد الاسماعيليه. الحقيقه انه يعني انت عارف ان الماتش هيتلعب في استاد الماكس، او الاول كان هيتلعب في برج العرب، الجدول كان نازل هيتلعب في برج العرب، ولكن بعد اغلاق برج العرب للاصلاحات اتنقل لاستاد الماكس. بالظبط. مجلس اداره النادي الاسماعيلي عارف ان المباراه هتتلعب في اسكندريه من اول ما الجدول تم اعلانه. فما تجيش سواء في المره الاولى او المره الثانيه. يعني هو هيتلعب في اسكندريه. ما تجيش قبل المباراه 48 ساعه وتقول انا عايز اودي الماتش يتلعب في الاسماعيليه ليه واشمعنى، ولعب على وتر الجماهير وتصدير مشكله وتصدير حاله من الاحتقان بدون داعي، يعني بدون داعي. بس اقول لك على حاجه، يعني الموضوع ما انت عارف انه ان الموضوع امني، يعني الاهلي مش طرف. الاهلي مش طرف ولا بالظبط، يعني بره الموضوع خالص. ده بالعكس، الاهلي ما عندوش مشكله يلعب في اي مكان. اكبر نتائج الاهلي مع الاسماعيلي كانت في الاسماعيليه. يعني الاهلي السنه اللي فاتت لعب الاسماعيلي ماتشين، واحد في برج العرب واحد في استاد السلام، الاثنين انتهوا تعادل 1-1. هو قرار خارج اراده الاهلي. يعني هو الفريق الوحيد اللي الاهلي يعني الاسماعيلي تعادل مع الفريق الوحيد تعادل مع الاهلي في الماتشين ذهاب وعوده السنه اللي فاتت. مظبوط. كان الاسماعيلي وبرج العرب في برج العرب 1-1، وكان في الـ في الـ في استاد السلام اول مباراه في الدوري 1-1. فالحقيقه انه مش بالملعب، لانه كده كده الماتشات من غير جماهير، يعني حتى لو الماتش بيلعب في الاسماعيليه فهو من غير جمهور. فتصدير حاله من الاحتقان، وانه في اضطهاد، واشمعنى الاهلي، وفكره اللعب على فكره اشمعنى، بقت مزعجه جدا. طب اقول لك على نقطه. قولي. هو طبعا الاهلي مش طرف طبعا، واتحاد الكوره والاسماعيلي كمان مش طرف، لو انا اتكلم بصراحه وبامانه. بس برضو انا اخد وجهه نظري الثانيه، وجهه نظر نادي الاسماعيلي، رغم ان انا في قناه الاهلي. بس اقول لك ايه، عايز يلعب في اسماعيليه، عايز يمتع جمهور يلعب على ارضه، عنده حق 100% في طلبه مثلا. بص، الاسماعيلي عنده حق 100% في طلبه، واحنا نفسنا نوصل للمرحله ان كل نادي يلعب على ملعبه فعلا، بس مش قبل 48 ساعه من المباراه دي. اللي انت بتختلف عليها بقى. لا، هو الاسماعيلي عنده حق انه يطلب اللي يلعب على ارضه. هل حد في الدنيا، ما انا بوضح عشان الناس تفهم، يعني الاهلي لو طلب انه الماتشات بعض الانديه اللي بتتلعب بره القاهره، لو الاهلي طلب انها تلعب في القاهره، هل ما عندوش حق؟ لا، عنده حق طبعا. بس في الاخر في دعاية امنيه. وامتى؟ يعني انا عايز اعترض على جدول الدوري، بعترض من اول لحظه من اصدار جدول الدوري، بقول يا جماعه جدول الدوري، انا المباراه الفلانيه لا مش موافق على الملعب ده. المباريات بتتبدل بين عشيه وضحاها زي ما بيقولوا. فعشان كده الطلب في التوقيت ده هو لعب على وتر الجماهير بدون سبب، لان الاسماعيلي عارف، رغم ان الاسماعيلي ماشي كويس قوي مع المدير الفني الجديد كابتن ادهم صلاح دار، تعادل مباراه وكسب مباراتين وطلع المركز الرابع او الخامس مكرر، عنده 13 نقطه زيه زي الزمالك، زيه زي الاسماعيلي. 13 مكرر زي الزمالك بالظبط كده، زي بيراميدز وسموحه. فبقوا اربع خمس فرق في المنطقه دي، في الدايره دي. في الدايره دي فوقيهم الاتحاد 17 والمقاولين 16. فالجدول قريب كله من بعض، الاسماعيلي فاق وماشي كويس، فانت بتروح لحته بتخلي بتشتت ذهن لعيبتك وجهازك الفني بدون داعي. يعني ركز في الماتش،
ركز مع اللعيبه، انتوا فوقتوا، وان الاسماعيلي فوق ويحقق نتائج ده في مصلحه الكوره. الاسماعيلي الانديه الجماهيريه والانديه الكبيره، احنا بنسعد لما الاسماعيلي بيكون في مقدمه طبعا مع الاهلي والزمالك ومع الاتحاد السكندري ومع المقاولين الانديه الشعبيه. يعني الانديه القديمه دي لما بتصحى الكوره هتصحى، هتفيد الكوره. فركز في الصحوه اللي بقى عليها الفريق وخليك مكمل معانا، لان كمان انت عندك ماتش مهم جدا يوم 26 في البطوله العربيه مع الاتحاد. ما تدخلش في قضايا فرعيه، يعني مالكش دعوه بقضايا فرعيه، ركز في الفريق. وده اللي لفت نظري طبعا على المستوى الفني. اعتقد ان الاهلي، بس قبل المستوى الفني لو ركزنا في التاريخ والاحصائيات، دايما مباريات الاسماعيلي والاهلي لما بتقام خارج القاهره او خارج اسماعيليه بتبقى مباريات مثيره. صح؟ مباريات المحله، مباراه اسكندريه كلها مباريات حاسمه. مباراه اسكندريه بتاعت 4-3 هم لعبوا، ما هم الاهلي والاسماعيلي على ما اعتقد على حسب الذاكره، انا مش حوالي ثلاث مرات. مره في المحله الاسماعيلي كسب 2-0 ادم الاحضار وبشير عبد الصمد، مره الثانيه كانت في الاسكندريه محمد رمضان هاتريك وليد صلاح الدين 4-3 لا ايمن شوقي اعتقد يعني ايمن شوقي وليد صلاح جاب 4-3، ومره في استاد الماكس فلافيو 1-0 بالهيد. دول الثلاث مرات اللي اتلعبوا على بطوله الدوري ومباراه الفصل اعتقد هي دي. في مباريات كاس بقى كتير يعني. والاسماعيلي لما بيتالق مع الاهلي بيتالق في القاهره 4-4. الاسماعيلي خد كاس مصر من الاهلي هنا 1-0، وخد كاس مصر من الاهلي في القاهره احمد فكري الصغير مظبوط استاد القاهره. يعني الاسماعيلي خد كاس مصر من الاهلي هنا في استاد القاهره، والاهلي خد كاس مصر من ومباراه احمد فكري الصغير وقتها مجلس اداره الاهلي وقتها وافق على تبكير موعد المباراه عشان جمهور الاسماعيليه يلحق يرجع اسماعيليه. ده حقيقي لما كان لما ما كانش فيه زي ما بيقولوا، ما كانش فيه سوشيال ميديا زي ما بيقولوا، يعني ما كانش فيه سوشيال ميديا وما كانش فيه الضغط والاحتقان، وساعتها الماتش كان متحدد ميعاده بالليل على استاد القاهره، ولكن مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن صالح الله يرحمه، كابتن صالح سليم، وافقوا ان الماتش يتلعب الساعه 3 عشان جمهور الاسماعيلي ما يرجعش بالليل متاخر، وعشان الطرق. والحقيقه كان الدنيا كانت اسهل من كده بكتير، عشان كده احنا بنبرز الحاجات الايجابيه دي طبعا. طبعا. واعتقد مجلس اداره الاسماعيلي اللي موجود ده هو مجلس ايجابي جدا، لانه من العثمانيين، والعثمانيين هم اللي عملوا الكره في الاسماعيليه، رموز الكره في الاسماعيليه وفي الكره المصريه طبعا. بالتاكيد طبعا. على المستوى الفني بقى، على المستوى الفني الاهلي ماشي بخطه ثابته، وزي ما قلت لك كنت مره معاك هنا محمد قلت لك انه احد اهم مكاسب الاهلي مع فايلر رجوع شخصيه الاهلي، ان انت اي فريق بينزل بيلعب الاهلي عارف ان هو هيتغلب فبيرجع يدافع. انت الحرس لعب 95 دقيقه، ال 95 دقيقه بيلعب في 18 دخل فيه جول وبرده بيدافع عشان ما يخسرش 2-3، هو خسران 1-0 فبنزل 1-0 دي مكسب. مع كابتن طارق حتى في تصريحه بيقول لك انا دخل فيه هدف بس قدم كان حاولت احافظ طبعا، لانه لانه دجله فضل محافظ لحد الدقيقة 65 1-0 بعد الواحد لما قرر يفتح ويهاجم الماتش بقى 3-0 وكان هيبقى 4 وهيبقى 5. فعشان كده الكابتن طارق ما هاجمش، ما جازفش، حتى لما الجول جه لو اندفع كان هيبقى في ثغرات وكان هيبقى في جول الثاني وثالث ورابع، مش عايز نتيجة كبيرة، مش عايز نتيجة كبيرة. فده جزء من نجاح الأهلي مع فايلر، إن أنت رجعت الأهلي اللي بتنزل كسبان 50% من المباراة باسم النادي الأهلي وتاريخه وقوته الضرب. صدرت ده، صدرت ده، هو ده الأهلي. احنا طول الأهلي طول الوقت، الأهلي طول الوقت هو كسبان، كسبان بفكره انه نازل الفريق اللي قدامه عارف انه خسران قبل ما الماتش يبدا. فعشان كده بينزل بيامن دفاعاته، بيخليك تبدا مستريح، بتاخد ثقتك، لعيبتك بتقف على رجلها. انما احنا في بعض الفترات والحقيقه لازم نقول ده، ما كان يعني كان الاهلي بينزل فرق بتضغطه، الاهلي بيتاخر في ماتشات كتير حقيقي. بيبدا يحاول يلحق، مش ده الاهلي يعني. انت الاهلي ما شاء الله يعني نمسك الخشب، 18 هدف دخل مرمى هدف، ست انتصارات متتاليه، الحقيقه سجل ما حصلش من فتره طويله مع الاهلي. حتى في الموسم التاريخي اللي خدت فيه 5 بطولات 2005 2006 ما جبتش نسبه الاهداف العاليه دي. يعني انت بس انت في 2004 2005 انت عملت رقم الحقيقه اسطوري، انت لاعب عدد المباريات 26 مباراه فيهم 24 فوز وتعادلين. الحقيقه يعني رقم غير طبيعي. رقم غير طبيعي يعني. والحقيقه التعادل كان التعادل في مباراه رقم 18 قدام المصري 0-0 وكانت مباراه تاريخيه والاهلي بيلعب فيها 10. فالحقيقه يعني ارقام 2004 2005 الحقيقه يعني اقوى، هي لم تحدث اعتقد في تاريخ الكره المصريه. بس الاهلي مع فايلر مختلف، الراجل بيقدر يعني حتى لما الفوز اتاخر في مباراه الحرس ما لقيناهوش قلقان، تغييرات في الملعب بيغير، بيحرك اللعيبه كويس. طبعا اعتقد مباراه الاسماعيلي اختبار قوي لفايلر مع الاهلي، والاصابات اللي موجوده هتبقى اختبار تعويض اللاعبين، لانه اختبار طبعا اي مباراه مع فريق من الفرق الجماهيريه القويه هو اختبار. فكره انه فايلر، احنا فايلر بدا في الاول، هو بدا التشكيل على مرحلتين، قعد اول 4-5 مباريات كل ماتش بتشكيل بيغير 3-4 لعيبه في الملعب، تلاقي ده دخل ده خرج ده دخل ده خرج، وبعدين المرحله الثانيه بقى ثبات كامل في التشكيل،
اخر ثلاث مباريات على الاقل. انت حافظ تشكيل الاهلي. مظبوط. يعني انت حافظ، هو بس المباراه الاخيره طلع وليد سليمان وحط ازار، وبعدين راح مطلع ازار ونزل وليد، يعني ما بتغيرش. انت عندك غيابات مؤثره جدا، اعتقد انه غياب فتحي ممكن يكون، فتحي بيتبادل المراكز مع محمد هاني، ولكن في المباراه الاخيره فتحي متالق بصوره ملفته، فغياب الجوكر طبعا غياب فتحي مؤثر، غياب رمضان مؤثر، لان رمضان من نجوم الاهلي ومن مفاتيح لعبه، وتعويضه هيبقى مهمه صعبه شويه على فايلر. الكام يوم دول بس؟ لحد ما نشوف يعني، لحد ما نطمن. هنيجي للجزئيه دي. فاعتقد انه مباراه مهمه، وهتبقى بدايه الجزء الثاني، لانه الاهلي عنده الاسماعيلي، عنده تحت ماتشات غير طبيعيه، عنده الاسماعيلي، عنده اتحاد اسكندري، واتحاد اسكندري في حالته دي امبارح بيكسب المقصه بمباراه كبيره 3-2 و17 نقطه. الاتحاد متعادل ماتشين وخسران مباراه، خسران 7 نقط، ده افضل نتيجه للاتحاد السكندري من سنين. الاتحاد السكندري كما كانش فيه 17 نقطه دول لحد اخر الدوري. الاتحاد السكندري السنه دي جايب 17 نقطه في 7 مباريات، في 8 مباريات لحد اخر الدوري ما كانش بيجيبهم. مظبوط. فالحقيقه الاتحاد السكندري السنه اللي فاتت لو حسبت، لو شفت نقطه، ولو جبنا جدول الدوري، هتلاقي الاتحاد جايب 27 نقطه بس انت 34 مباراه. بس انت كان ليك كلمه كده او جمله على الاتحاد السكندري على السوشيال ميديا بتتغزل في الاتحاد، لان انت ربطتها بحاجه معينه بالنسبه للاتحاد السنه دي في الدوري. الاتحاد السكندري طول الوقت يعني طول الوقت انا يعني، حتى جمهور يعني هتلاقي شعبيه الاهلي في اسكندريه شعبيه جباره طبيعيه طبعا، يعني حتى يعني هو يعني ممكن يسال عكس، ان جمهور الاتحاد بيشجع الاهلي وبعدين بيشجع الاتحاد وبعدين بيشجع الاهلي. مظبوط. انه طول الوقت انا بحس ان جمهور الاهلي بيشجع الاتحاد، فيعني تحس انه الفريق التاني. فهو كان حكايه، كانت دعابه مع بعض الاصدقاء الزملكاويه، يعني ان انا قلت انه الاتحاد السكندري لو في الاهلاويه ال 60 مليون، فلو فيهم 50 مليون بيشجعوا جنب الاهلي الاتحاد السكندري، فيبقى في 50 مليون بيشجعوا الاتحاد جنب الاسكندرانيه، فيبقى الاتحاد هو نادي صاحب الشعبيه التانيه. طبعا هي دعابه كانت مع اصدقاء الزملكاويه، ولكن طبعا هم قطبي الكره المصريه والاهلي والزمالك، ما نقدر يعني ما فيش اللي ينكر ده يبقى جاحد او اعمى، هو أكيد. فعلا قطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك، طبعا تتفاوت بقى نسب الجماهير دي حاجه ثانيه، بس هو فعلا الاهلي والزمالك هم قطبي الكره المصريه، ما يعني ما اقدرش انكر ده، يعني الاعمى اللي ينكر ده اكيد. طبعا الفرق كلها المصريه بالتاكيد عندها شعبيه طبعاً. وكل ما يكون عندها الجماهيريه عندها شعبيه. بس انا كشخص يعني تحس انا ك يعني كان بقى نادي بره شغلي، اتحاد اسكندريه بالنسبه لي ليه معزه خاصه. بص، في اهلاويه بيشجعوا الاهلي وبس، يعني الاهلي وبس، لا بقى ريال ولا برشلونه ولا اي نادي تاني. وفي اهلاويه بيحب الكره مثلا في اسكندريه فيشجعوا الاتحاد، يحب الكره مثلا في اسبانيا فيشجع الريال، بتبقى بقى متفاوت. انا بشجع يعني انا لانه طبعا بطبيعه الشغل احنا بنتفرج على كل الماتشات اكيد، فبتفرج يعني بالنسبه لي اولويه ان اتفرج على ماتشات الاتحاد بس. والسنه دي الحقيقه الاتحاد بيقدم كره حلوه جدا، سيد البلد جدا، عامل مباريات رائعه، وكابتن طلعت يوسف بهدوءه المعتاد ماشي بيتسحب زي ما بيقولوا، وانا عندي يعني احساس كده الاتحاد هيكمل كده الاخر، وممكن يخلص تاني تالت في السنه دي، واعتقد انه قريب كمان انه يعمل مفاجاه كبيره في البطوله العربيه، وممكن يتاهل النهائي. ده حتى مباراته مع الاسماعيلي هتبقى مباراه مثيره طبعا. طبعا الفريقين عاملين نتائج رائعه، الاثنين في مباريات دور ال 16 كسبوا المباراتين رايح جاي حقيقي، يعني الاتحاد كسب المحرق رايح جاي، والاسماعيلي كسب الجزيره الاماراتي بما فيه من نجوم الجزيره الاماراتي، في كينو وفي عموري، في لا في لعيبه كبيره قوي، في نجوم. الاسماعيلي كسب وقدم مباراه رائعه هنا وهناك، كسب 2-0 هنا 2-0 هناك، قدم مباراه رائعه، فالمباراه تبقى مهمه. وفي الاخر انت عندك فريق مصري في سيمي فاينال بطوله العربيه، وده انجاز للكره المصريه اكيد. طيب انت كلمت في جزئيه مهمه جدا في مساله الاصابات وعددت عدد اللعيبه. طيب يبدو ان احنا مقبلين لا قدر الله على موسم هيبقى صعب نتيجه ضغط المباريات، لان برضه في جزئيه متعلقه بالاحمال البدنيه. احنا بادئين الدوري لاعبين حوالي 3 4 مباريات في حوالي شهر ونص، وبعدين قعدت 55 يوم وفجاه بالظبط قعدت بقى فتره 55 يوم مفيش مباريات، وفجاه هتلاقي نفسك راجع بتلعب كل 8 ساعات ماتش، كل 8 ساعات ماتش زي ما انت قلت كده، مش هينفع اغير فيها. طبعا تلعب كل 8 ساعات ماتش. الاحمال بقى وضغط المباريات والاصابات ده، يعني ما هو الحقيقه انت القرار تاجيل الدوري صدر، محدش عارف صدر ليه، وبعدين قعدنا 55 يوم، وبعدين انت مضطر عشان عندك تصفيات وعندك بطولات وعندك دنيا، فلازم تخلص الدوري في مايو، فبتضغط، وعندك ماتشات دوري ابطال افريقيا، وعندك ماتشات الكاس منتخب، وعندك سكواد فيه 30 لاعب، خسرت منهم حمدي فتحي، خسرت منهم محمد محمود، عندك كريم مصاب، سعد دخل على استحياء، فعندك السكواد في 25 لاعب موجودين. اعتقد انه الاصابات اثرت، هتاثر على النادي الاهلي، ولكن
اعتقد البديل موجود. اهلي عنده بدلاء علي معلول خرج وراجع تاني فانت كل شويه يعني هيحصل لك ده طول الوقت. انت الدوري هيبقى ماشي هيحصل لك ده، ولكن هو بس المفاجاه انه ثلاث لعيبه مهمين من التشكيل. يعني انت الاهلي بينهي مباراه الحرس بمجموعه ثلاثه فجاه وبعدين الاصابات اللي هي في التمرين يعني حتى مش في الماتش، انت الاصابات في التمرين بتتكلم في اربعه ربيعه وفتحي والسوليه ورمضان ويمكن السوليه اقلهم لان السوليه اصلا يوم المباراه كان نازل برد وفتحي بيقال انه رشح ومحتاج راحه وانا اعتقد ان فتحي ممكن يلحق المباراه ان شاء الله لكن هي فكره بقى انت بتتكلم في الغيابات اللي ممكن تحصل لك كل مباراه عن الثانيه. الحقيقه يعني ده تاثيره الفن ايه على المسابقه وعلى النادي الاهلي كمان؟ تأثيره على النادي الاهلي ان انت هتضطر تغير وتدخل لعيبه هي ما بدأ يعني مشاركتها قليله فالمستوى الفني طبعا هيتاثر. تأثيره الفني على بقيه الفرق الدوري طبعا، ما هو اصله انت زي ما انت معرض للاصابه لبقيه الفرق لانه يعني مش انت مريح وبقيه الفرق ما بتلعبش نفس الامر يعني مش انت بتلعب قصدي وفي الفرق مريح، لا الفرق كلها بتلعب معاك. يعني انت لما تلعب في افريقيا الاسماعيلي هيلعب في بطوله عربيه، الاتحاد هيلعب في بطوله عربيه، الزمالك وبيراميدز المصري هيلعبوا معاك في افريقيا، فالحقيقه كل الفرق الثانيه اللي كده كده ما بتشاركش يعني مش ذنبها ان هي ما بتشاركش في افريقيا. بس انت اكتر فرقه بتعمل مجهود بدني غير طبيعي لان يبدو كده الفتره الجايه هيبقى كله بنفس طريقه هتلعب في تلتين الملعب اخر يعني كان الفريق اللي هتلعبه هتلعب بتضغط مضغوط عصبيا ولكن هو ده حظ الفرق الكبيره طول الوقت كده. ما انت طول الوقت انت فريق ليك انت فريق كبير عشان بتكسب وعشان الفرقه بتخاف منك وعشان فطبعا هتبذل مجهود بدني وهتبقى بتضغط ولكن ان شاء الله يعني عندي احساس كبير انه مش هياثر على الاهلي في حاجه. مباراة الاهلي والحرس بتديك مدلول ان متعة الكرة في الدوري المصري هتقل نتيجة ان بعض الفرق هتبدا تشتغل على فكرة ان هي تتكتل دفاعيا، تقفل منطقة الجزاء، تلعب ب 10 تحت الكرة على منطقة الجزاء حسب الفريق، يعني حسب الفريق انت حسب الفريق يعني انت مثلا لو هتلعب سموحة كابتن حسام حسن مش مدرسته كبرياء وحسام حسن يعني مش هيدافع، حسام حسن ما بيدافعش، هيلعب كرة هجومية وهيفتح وهيلعب كرة. ايهاب جلال لما تلعب المصري هيهاجم، اعتقد ادهم الاحضار هيعمل كده مع الاسماعيلي. انما كابتن طارق عشان دي مدرسته، يعني احنا السنه اللي فاتت برضو الاهلي كسبان في هدف في توقيت برضو غريب كده. يعني انت حسب المدير الفني اللي بتلعبه، يعني كابتن حلمي طولان مع ام بي لو لعب الاهلي هيهاجم، كارتيرون لو لعب الاهلي هيدافع، هو كارتيرون حتى مع الاهلي، يعني كارتيرون مدرسته انه كان بيعمل تامين دفاعي وبيلعب على الكور الطويله، هي دي مدرسته فهو مش هيغير. انما انت المدير الفني هو اللي بيفرض طريقته على اللعب. يعني مثلا الاهلي كان بيلعب دجله ودجله الاخير في الدوري، دجله كان بيهاجم رغم ان قعدنا لحد دقيقه 66 ماتش 0-0 ولكن دجله كان بيهاجم وبيوصل وبينقل الكوره على الارض وبيلعب كوره. هي الفكره المدير الفني اللي هيلعبك ولكن في حته خوف، هيبقى في حته خوف، في تامين، هيبقى في تامين، يعني بدل ما بيهاجمك بثلاثه اربعه هيهاجم بلعيب او اثنين وهتبقى الماتشات فيها سن الدفاع شويه ولكن كله بيعتمد على المدير الفني هو عايز ايه. والحقيقه انه الفرق لازم تبقى عارفه لعيبه وهي بتلعب الاهلي لازم تقدم نفسها، انك الماتشات بتاعه الاهلي والزمالك جمله مهمه جدا دي، ماتشات مهمه وفيها كوره ولازم تتبسط وهي بتلعب الكوره في الاخر، يعني في الاخر الكوره هي حاجه ترفيهيه، يعني الناس بتلعب عشان تتبسط استمتع. وعشان تستمتع وعشان تمتع المشاهدين كلام المدربين حتى في المحاضره بالظبط كده، انزل اتبسط، العب كوره والعب لنفسك، ابسط نفسك. طب اختلفت الاراء على مباراه الاهلي والحرس، في ناس اجمعت ان هي مباراه كانت مثيره وفيها تفاصيل فنيه كثيره، وفي ناس اجمعت ان هي مباراه دمها تقيل ومباراه ما كانش فيها متعه الكوره. فين التفاصيل الفنيه؟ محمد عمرو سليه بيشوط الكوره وفي 10 والله في ناس قالت تفاصيل فنيه كتير وفي 10 لعيبه من الحرس واقفين قدامه، يعني 10 مش 9 وفي لعيب قدام. في صوره انا شفتها كانت فظيعه، يعني عمرو سليه بيشوط في 2 3 5 يعني 10 لعيبه بتوع الاتحاد كلهم بتوع الحرس واقفين على خط ال 18. فين يعني ايه التفاصيل في يعني ايه التفاصيل في ده؟ انا لو نزلت مع كل احترام كابتن طارق عاش مدرب كبير ومدير فني كبير دي اجزاء من المباراه في بدايه الشوط الاول، يعني عنده والحقيقه برضو الماتشات بتساعدك، يعني انت في فرص كتير قوي باينه في في الهايلايتس في يعني في فرص كتير قوي زي كره اجاييل اللي جت في العارضه اهي هي دي كور كتير قوي، هجمات كتير قوي لما بتجيب جول بدري الماتش بيفك هتفرق طبعا ولكن واضح انه كابتن طارق العشرة حتى لو الجون جه في الدقيقه 2 ما كانش كان هيفضل زي ما هو زي ما هو قال، يعني هو ليه تصريح مثير جدا بعد المباراه بصراحه. الحقيقه يعني اعتقد انه الماتش لا ما كانش فيه توقيع، هو
انت عارف انه الحرس ده فرقه السواحل، اه المسمى القديم، فالسواحل كان كده يعني، السواحل زمان كان بيلعب كده، طريقه 9 1 9 واقفين في ال 18، واحد واقف في الناحيه الثانيه بياخدوا الكوره ويلعبها له طويله وخلاص. فهو غالبا الكابتن طارق لانه من القدامى يعني، قدامى اسكندريه، فلعب عارف المدرسه دي، اه لعب بنفس طريقه فريق السواحل. عارف الماتش ده ادى فرصه للصحفيين والمنشتات كلها رايحه في اطار الاهلي عبر الحدود، الاهلي حصن دفاعات الحرس كانت كلها رايحه في اطار نفس النتيجه اللي انتهت بها المباراه والاداء الدفاعي اللي ظهر او صاروخ السوليه دك حصون الحدود، هدف السوليه، صاروخ السوليه، صاروخ السوليه، بالظبط كده. طيب واحنا بنتكلم عن الاصابات وبنتكلم عن ضغط المباريات، هيخليني بقى اروح لمرحله القضايا الرياضيه. والموسم مبكرا في قضايا كثيره، سواء فيما هو متعلق بالشان المحلي او مرتبط بالشان الافريقي. طيب ضغط المباريات والاصابات والقايمه والسكواد بتاع كل فرقه، واحنا داخلين على يناير، بند الاستبدال عندك في جديد، في تفاصيل، في كواليس؟ اه طبعا هو في ضغوط انه يرجع الاستبدال، ولكن الحقيقه انه مفيش مسابقه في الدنيا بتبدا بلائحه وتتغير. يعني اعتقد ان اتحاد الكوره بدا بلائحه وعايز هيغير عشان بقى حد معين، يقول ان احنا هنغير عشان حد معين. يعني احنا عايزين نغير عشان في بعض الانديه عندها مشاكل في السكواد بتاعها، وفي لعيبه منها هتمشي، وفي لعيبه عندها اصابات كبيره، وفي 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 يعني الاهلي اللي عنده اصابتين كبار جدا ما طلبش حقيقي. فالحقيقه انه زي ما بدات المسابقه زي ما تنتهي. والحقيقه انه انا شفت تصريح للكابتن سيد عبد الحفيظ، وحقيقه تصريح موفق جدا وتصريح رائع، انه المسابقه بدات بنظام تنتهي بنفس النظام. هنقعد بقى نقول اصل الاهلي عنده، اصل الزمالك عنده، اصل الاسماعيلي، مفيش، ما ده ما مش موجود في الكوره اساسا. موجود، انت قررت انه لغيت الاستبدال فخلاص مفيش استبدال، تقطع على كده، حددته بعدد، حددته بعدد بالعدد. خلاص انت خلصت فخلاص. انما بقى فكره الضغوط وفكره اصله في مسؤولين زملكاويه في الاتحاد فهيعملوا ده عشان خاطر الزمالك، اصله في مسؤولين اهلاويه في الاتحاد هيعملوا ده عشان خاطر الاهلي، الحقيقه ده ما ينفعش ولا صح ولا ينفع يطرح اصلا. يطرح طبعا ما ينفعش يطرح، بس الطرح والاتحاد واعضاء الاتحاد طبعا بدون ذكر اساميهم، لان دايما وانا بشوف كده الاخبار بيتقال دايما مصدر رسمي من الاتحاد، مصدر رسمي في اللجنه الخماسيه، ما بيتقالش الاسم، بس بلاقي بقى ايه معاني كده ما بين السطور، ده السم في العسل. السم، ايوه، فكره ايه؟ انه طب ما ليه لا؟ طب ما هو لو الانديه موافقه ماشي، طب احنا نشوف راي الانديه، لو الانديه قالت هو ده اللي اتقال، عارف، لو قال لك لن ولم نناقش، لكن بيقول لك ايه؟ سنرى واذا طلبت الانديه. طب نفرض طلب 13 نادي طلبوا وخمس انديه ما وافقوش، هتقول اصل اغلبيه النادي الانديه وافقت؟ ايوه انا في خمسه مضارين، لو في نادي رفض خلاص الموضوع لازم تبقى يعني في حاجه زي دي لازم تبقى اغلبيه، ما تبقاش اغلبيه. يبقى اجماع، يبقى ال 18 نادي موافقين على الاستبدال. ما تعملش ده عشان خاطر نادي معين، انت هتخل مبدا تكافؤ الفرص. بالظبط كده. فانا يعني واضح ان النادي الاهلي واخد موقف في الموضوع، وانا الحقيقه موافق على موقف النادي الاهلي لانه موقف صحيح 100%. واتمنى ان الاستاذ عمرو الجنايني رئيس يلتزم بال اللي هو المسؤول لجنه التطبيع، و هي اسمها كده، بتبص لي ليه؟ لجنه ايه؟ التطبيع. بمعنى؟ هي اللجنه اللي في قرار الفيفا طالع كده. رئيس لجنه التطبيع، مش رئيس اتحاد الكوره على فكره. لجنه التطبيع الاتحاد المصري لحد ما يجي مجلس؟ لحد ما يجي مجلس، لانه مش مجلس منتخب. مظبوط. ما ينفعش تقول على رئيس اتحاد الكوره، هو رئيس اتحاد الكوره وهو لم ينتخب. هو جاي لجنه جايه مكلفه من الفيفا بتنفذ حاجات الفيفا قايل له عليها، بالمجموعه المجموعه الفيفا اللي موجوده هنا في مصر اللي هي مكتب الفيفا في القاهره، مصر في مورا. لا مش مكتب في المجموعه اللي جايه اللي بتدير الاتحاد الافريقي. اوكي. هي اللي كمان بتدير، خلينا نكون واضحين يعني، هي اللي بتدير الاتحاد المصري. مظبوط. يعني الاتحاد المصري لما بياخد قرار بيبلغ وبيرفع تقارير، اللجنه الخماسيه بتروح بتقول كذا كذا بالظبط. هم حصل تعيين لبعض الموظفين، اللجنه اعترضت فمشي الناس اللي تم تعيينهم مشيوا. فالحقيقه ما فيش قرار بيتاخد الا بموافقه اللجنه الخماسيه، لانه اللجنه دي لجنه تعمل لدى الفيفا. مش لجنه محترفه كمان. ما هي باجر بس محترفه ايه؟ عشان الناس بس ما تفهمش المعنى، مش لجنه محترفه يعني لجنه عندها احترافيه في الشغل عشان الناس تبقى عارفه. لجنه محترفه بأجور. لجنه محترفه يعني بتاخد اجر مقابل العمل، في مرتبات بتطلع من الفيفا للجنه. عشان كلمه محترفه دي كلمه مطلقه. لا لا، لجنه محترفه اللي هي بتعمل باجر لدى الاتحاد المصري، لدى اللجنه الفيفا او لدى الكاف، وبتاخد اجر منهم نظير اداء الادوار دي، ومعروف الكلام ده يعني. مش لا، وطبعا الاستاذ عمرو الجنايني قال ان هو ما بياخدش، في تصريح لي انا شخصيا يعني كلمته، قال ان هو ما بياخدش اجر، وانا يعني ما فيش ما يكذبه
في اللي قاله، يعني محدش طلع نفى اللي قاله، فاعتقد ان هو قال ان هو بيعمل متطوع يعني. اكيد. طيب، هي جزئيه مهمه جدا فكره الاستبدال، وبناكد عليها تاني، طالما في لائحه وفي التزام باللائحه وفي مبدا تكافؤ الفرص في الكوره، ده مبدا موجود في العالم كله، والاتحاد الدولي بيقره حتى في لائحته الاساسيه، مبدا تكافؤ الفرص والعداله ما بين الانديه والحياديه. لكن في جزئيه مهمه جدا، ما يجيش نادي يقول لك انا عندي مثلا 3 مصابين واثنين مش موجودين، والقائمه بقت عندي بدل ما كانت 30 بقت 22 23 لعيب، انسحب من الدوري تلعبش. مش عارف، تلتزم باللائحه، لازم باللائحه. ما هو الاهلي عنده مصابين، يعني الاهلي عنده، مش الاهلي مش عنده حمدي فتحي ومحمد محمود واصابات لغايه نهايه الموسم، وعنده كريم لحد دلوقتي ما رجعش، وعنده دخل في اصابات، ومعرض اي نادي في مصر في اي وقت لاصابات. في لائحه، مفيش لائحه. انت لما بتدخل بطوله مجمعه، يعني احنا يعني منتخب مصر، خلينا نكون في واقعه شهيره جدا. مظبوط. منتخب مصر لما احمد الشناوي اتصاب في مباراه مالي في كاس الامم الافريقيه 2017، احمد الشناوي اتصاب في الدقيقه 22 في الجابون ورجع، واتصاب شريف اكرامي ما كانش هينفع يلعب، ما لا جبنا حارس ثالث، ما غيرناش، ما كانش عندك غير الحضري ومفيش بديل لانه في لعيب شارك، فما كانش عندك غير الحضري، وكانوا بيدربوا احد اللاعبين وقتها عشان لو لا قدر الله عصام الحضري اتصاب يلعب مكانه، لان شريف كان مصاب. مظبوط. فضلنا كده لحد مباريات دور الثمانيه، يعني اول 3 مباريات شريف كان مصاب، يعني ما كانش ينفع يلعب، كانش في بديل للحضري، في بديل للحضري، ما غيرناش لانه. وبعدين انت وصلت لاخر البطوله عندك 14 لعيب، الدكه مش كامله، مفيش دكه، محدش بقى طلب استثناء ولا ما طلبناش استثناء. واصابات ايه؟ اصابات يعني مروان محسن ورباط صليبي في البطوله، احمد الشناوي كان عنده مشكله في رجله، والشناوي رجع على فكره، رجع مصر. كان في عبد الشافي كان عنده مشكله وقعد ما لعبش لحد المباراه النهائيه، يعني اكتر من 5 6 لعيبه. احمد كوكا. حسن كوكا. كوكا حصل له اصابه في ظهره وما قدرش يلعب اخر 3 ماتشات. الفرقه كل يعني انت عندك 5 اصابات من قائمه فيها 21 لاعب، انت قائمه فيها 21 لاعب بقى عندك 16 لاعب، انت مش مكمل اصلا ال 11 والسبعه، ده لو بقى ماتش عادي اللي هو 11 و7 في البطولات الكبرى بيبقى القائمه كلها احتياطي، باقي اللي خارج السكواد الاساسي الباقي كله بيبقى احتياطي، فانت مش مكمل. انت لعبت مع عمرو ورده في المباراه النهائيه راس حربه، راس حربه مظبوط. فالحقيقه انه ده ما حدش احترمت اللائحه واحترمت النظام، فطالما في لائحه اتحطت للبطوله يجب ان تحافظ عليها حتى النهائي، انما احنا هنقعد بقى نقول اصل وفصل وعايزين وهنجيب، فالحقيقه هتبقى فيها مجامله صارخه. اتمنى ان عمرو الجنايني ولجنته وقانونيا لا يجوز. هي بص، طالما في لائحه الموضوع انتهى يعني. وزائد كمان انه دي لجنه مش منتخبه، دي لجنه تيسير اعمال. لجنه يعني اسمها لجنه التطبيع لتيسير اعمال الاتحاد الكره، الاتحاد المصري كره القدم، يعني مش لجنه، مش رئيس اتحاد ولجنه منتخبه فعندها القدره على اتخاذ قرارات فنية، لان هي مفوضه من الجمعيه العموميه، الخمسه اللي جايين مش مفوضين من الجمعيه العموميه. احنا قلنا نقطه مهمه جدا، قرارات فنيه. طبعا، لان ده قرار فني هيأثر على المسابقه. ما هو انت لو فتحت الاستبدال في فرقه ممكن تجيب 10 لعيبه وتحطهم، وفي فرقه ما تعرفش تجيب غير واحد بس امكانياتها، فانت كده مش خلاص، انت كده خليت مبدا تكافؤ الفرص بقى في المباريات الجايه. بالظبط. يعني انا فريق هلاعبه بعد فتح انتقالات يناير، هو قائمته 19 لاعب وعنده غيابات واصابات، اوكي خلاص دي ظروفه حصلت كده، وانا قائمتي مكتمله، لما تفتح له الاستبدال بزياده هيسمح ان هو ممكن يجيب 10 لعيبه. انت قررت تقفل قائمتك في اغسطس، تتحمل اخطائك. انت عارف كمان موضوع القرار والقائمه والاستبدال ده، اكتر الناس اللي اتضررت بيها كانت النادي الاهلي. النادي الاهلي على ذمه القائمه وعلى ذمه اللاعبين، حتى من مواليد 97 اللي المسابقه ساعتها اتلغت كمان، وما كانش في صالح الكره المصريه ولا كان في صالح النادي الاهلي، لكن مع ذلك النادي الاهلي التزم بالقرار، التزم بالاضرار الفنيه والماديه اللي تعرض ليها. في لعيبه مشيت مجان، يعني في لعيبه مشيت بصوره يعني بشبه مجان، يعني اللي اصروا ان هم ياخدوا فرصتهم في مكان ثاني، فحصل توافق زي احمد حمدي مثلا. فالحقيقه انه طالما انت قررت حاجه فلازم تكمل للاخر، يعني هنشوف. يناير مش بعيد، يعني احنا فاضل اسبوعين وفي حاجات في الكواليس بتحصل، ولكن اعتقد الاهلي هيوقف للكلام ده. في كواليس ثانيه؟ في طبعا، في الاتحاد بيفكر، ف مش اتحاد، لجنه التطبيع. لجنه التطبيع هو بس الناس عشان عندها كلمه التطبيع دي كلمه وحشه يعني، تاريخها سيء، ولكن هي اسمها كده يعني. تمام. هي اسمها كده في ترجمه القرار، لجنه التطبيع لتيسير اعمال الاتحاد المصري لكره القدم. تمام. الاستاذ عمرو الجنايني رئيس لجنه التطبيع
لتيسير اعمال الاتحاد. يعني مش من عندي والله، من الفيفا اللي قال كده. تهتم انت بالتفاصيل الصغيره هو اللي قال انا. طيب ماشي، الحاجه فاطمه اللي قالت. الحاجه فاطمه. طيب اوكي، الجزئيه الثانيه اتفضل. لجنه الحكام اتخذت قرار البعض شايف ان هو قرار شجاع، ان هي ابتدت تدري الحكام اللي كانوا بعيدين عن اداره مباريات في الفتره السابقه لانديه مده طويله، هو بتبقى فيها عنصر توفيق ونسبه حظ كبيره، انت وحظك المباراه مشيت بشكل طبيعي هيقول لك قرار ايجابي، المباراه حصلت فيها مشاكل يقول لك قرار سلبي، ما احنا كنا بعيد وما كانش لازم ويحصل. ابراهيم نور الدين، جهاد جريشه، بعض الحكام اللي ابتدوا يظهروا في المباريات اللي كانوا بعيدين عنها فتره طويله. يعني ابراهيم نور الدين للاهلي وجهاد جريشه للزمالك. هو قرار جريء الحقيقه. قرار جريء. زي بالظبط كده القرار اللي خده الكابتن جمال الغندور في مباراه الكاس، انه يدي ماتشات للحكام الشباب عشان خالد الغندور يلعب مباراه، اللي هو ابن الكابتن جمال، يلعب مباراه في النص يعني. فهي بياخد قرارات جريئه يعني. فالحقيقه الكابتن جمال الغندور الحقيقه ليه تصريح الحقيقه، انا نفسي وقفت قدامه لما اتسال على رايك في الحكم البوتسواني جوشوا بوندو وما حدث في مباراه الاهلي والنجم الساحلي. فقال والله انا ما شفتش المباراه. طبعا ما شافش المباراه. طبعا الحقيقه بعيدا عن حضرتك يا استاذ كابتن جمال، هو كابتن جمال صديقي جدا وشخص عزيز، ده محاضر دولي ومحاضر دولي وحد وعنده معسكر حكام في الاتحاد الدولي في مصر وقيمه وقامه، وحد من يعني وهو وجوده في رئاسه لجنه الحكام حاجه مهمه يعني. ولكن الحقيقه ما ينفعش يطلع التصريح ده من كابتن جمال الغندور. ليه؟ لان حضرتك حتى على سبيل الفضول كان لازم تشوف الحاله اللي العالم كله بيتكلم عليها. يعني حاله طرد ايمن اشرف دي حاله اثارت جدل كبير جدا جدا، كل خبراء التحكيم في افريقيا اتكلموا عليها يعني في المنطقه العربيه، والاهلي بعت جواب والرد، الامر وصل للاتحاد الدولي والكاف رد عليه، وانفنتينو قال والله يا جماعه معلش احنا اسفين، مش للاهلي يعني، قال اسفين ان التحكيم في افريقيا في تطوير هيحصل. لما كان في مازيمبي قال يا جماعه والله في تطوير هيحصل وفي مشاكل اصلا. ده الاتحاد الافريقي زي ما انت قلت اهتم بشكوى الاهلي ورد عليه. فالاتحاد انت رئيس لجنه الحكام المصريه يعني الحقيقه، يعني كان لازم تهتم ان انت تشوف مباريات زي بالظبط كده بتهتم بان انت بتروح السعوديه 3 ايام عشان تحلل مباريات الدوري السعودي. يعني الحقيقه يعني اعتبرها حاله تحكيميه من تحليل مباريات الدوري السعودي. والحقيقه انا برضو مستغرب جدا هذا التداخل في الموضوع. يعني هل اللجنه موافقه الاستاذ عمرو الجنايني والدكتور جمال محمد علي وكابتن محمد فضل والدكتور احمد عبد الله والدكتوره سحر، هل موافقين على ان الكابتن جمال الغندور يدير لجنه الحكام المصريه بارت تايم؟ يعني هل هم موافقين ان هو يدير لجنه الحكام بارت تايم نص يوم؟ يعني عنده اعمال اضافيه؟ يعني لو انت مش مهتم بحالات التحكيم للفرقه المصريه بره، سواء الاهلي او الزمالك او المصري او بيراميدز، لو انت مش مهتم ان انت تدافع عن الحالات دي وتدافع عن الفرق بتاعتك اللي هي المفروض ان انت رئيس لجنه الحكام بتاعها، فالحقيقه تصريح الحقيقه انا هل مش يمكن هو تصريح حقيقي ولا هل هو بيتفادى الجدل فمش عايز يتكلم عشان ما تتاخدش عليه؟ مش يمكن هو مرشح لرئاسه لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي؟ هو مرشح فعلا، مش عايز يتداخل في هذه الجزئيه من اجل ان هو هيبقى تواجد في المنصب ده، فمش عايز يتكلم عن المكان ده لغايه لما يشوف القرار. هو بيتكلم عن حاله تحكيميه، دي حاله تحكيميه يعني. يعني هو لما بيطلع جمال الشريف بيحلل الحالات التحكيميه، او ناجي الجويني، او ناجي الجويني، او سيم من الناس، او فلان او فلان بيحللوا الحالات التحكيميه، هل هم كده؟ هم ما بيغلطوش، هم بيقولوا ده القرار. ممكن يكون ليه حسابات ثانيه على فكره. الحكم مش عايز يتكلم على لجنه الحكام الموجوده. يعني هو كابتن الاخ ابراهيم نور الدين في مباراه الانتاج كانت ضربه الجزاء قدامه، مباراه شهيره قدام عينه. كابتن جهاد جريشه ضربه الجزاء بتاع مباراه المقصه والزمالك كانت قدام عينه. الحقيقه حالات تحكيميه يعني ما ينفعش، ما فيهاش فيها نقاش، ما فيهاش نقاش. حاله طرد ايمن اشرف ما فيهاش نقاش، ده عدم تطبيق نص القانون. ما فيهاش نقاش، الكره مش في حوزه حد وطويله وحاجات، معايير الكارت الاحمر معايير الكارت او الطرد مش موجوده. فالحقيقه يعني كون الكابتن جمال يقول لا ان حاله الطرد خاطئ مش هتعبه في حاجه، ويقول حاجه ممكن غير موفق. يعني هو هل ابراهيم نور الدين كان متعمد وما يديش ضربه جزاء للنادي الاهلي؟ مستحيل. جهاد جريشه كان متعمد وديش ضربه جزاء لمصر المقصه؟ مستحيل. للزمالك قدام مصر؟ مستحيل. لانه ده اولا ضربه جزاء في ماتش الاهلي وبيراميدز، ضربه جزاء ماتش الاهلي وبيراميدز كانت ضربه جزاء صحيح. وبعدين هو نفسه خرج ضربه جزاء مباراه الاهلي والاسماعيلي في الجونه، وضربه بتاع هو خرج بعد مباراه الاهلي وبيراميدز في الكاس وقال انا ضربه الجزاء صحيحه 100% بتاعت حسين الشحات، واصل الحكم الخامس ما قاليش. فالحقيقه ما فيش حكم في الدنيا، لانه ده ضمير الا ما ينفعش يشتغل الشغلانه دي، ده قاضي. يعني الحكم اللي قرر متعمد انه يغلط في قرار ما ينفعش يبقى قاضي، ده زي القاضي كده اما يدي حكم وهو عارف ان الحكم ده غلط فبيظلم ناس. فالحقيقه ما فيش حكم، اعتقد ما فيش حكم بيتعمد ده.
فالكابتن جمال لو كان قال رايه ايه اللي هيدير الكره الافريقيه وايه اللي هيدير كابتن جمال الغندور من يقول رايه. يعني انت يا كابتن جمال لو قلت رايك ايه اللي يمكن هيحصل؟ طلب منه ما يتكلمش عن الحكام في افريقيا ولا التحكيم في افريقيا لغايه لما نشوف الاصلاح ده هيودينا في لجنه تعيينات هتتشكل، ممكن في لجنه حكام هتتشكل، ممكن برضه ممكن في الكواليس ممكن يكون فيها اعتقد ممكن اعتقد. فهل الكابتن جمال الغندور لو بقى رئيس لجنه حكام في افريقيا هيفضل هو رئيس لجنه حكام في مصر؟ لا طبعا. وهيحلل مباريات الدوري السعودي؟ يعني هل هيبقى ماسك الثلاثه هيشتغل يومين 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 والجمعه اجازه؟ يعني مش عارف. بس حكام في افريقيا والحكام في مصر هتبقى صعبه طبعا، لان هو هيدي حكام هنا، بس لجنه الحكام في افريقيا هيبقى فيها تعديل لان في كذا لجنه مش لجنه واحده. لا فهو هيبقى لجنه حكام رئيسيه تحت اشراف اتحاد دولي. اه يعني هيبقى الموضوع تحت اشراف اتحاد دولي. اتحاد دولي هو وانفنتينو في التصريحات برضو في نفس التوقيت قال انه في 20 حكم هيتاخدوا هيشتغلوا عليهم لوحدهم، وفي تطوير كتير قوي في ال. عارف بقى التطوير ده مين اللي هيقوم بيه في الاتحاد الدولي؟ مين؟ تخيل مين الحكم الافريقي اللي الاتحاد الدولي بيقدره وموجود في لجنته ومش موجود في لجنه حكام في الاتحاد الافريقي؟ كيم لي شونج. كيم لي شونج ده ليه واقعه شهيره جدا، لانه هو كان نائب رئيس لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي وتم اقصائه بسبب بعض المجاملات. أيوة. وكان موجود وطبعا حصلت مشكله كبيره بسبب ماتشات حسنيه اغاديق الفريق اللي لعب النهائي الزمالك في النهائي مين؟ نهضه بركان. نهضه بركان بسبب مباراه نهضه بركان، وتم اقصائه بسبب ضربه الجزاء الشهيره بتاعت مباراه الرجاء على ما اعتقد، وتم اقصاء كيم لي شونج بسببها. ولكن كيم لي شونج كان بيقوم بتطوير كبير في لجنه الحكام الافريقيه وتم اقصائه بسبب بعض المجاملات. ده اشخاص تانيين زي بعض الاشخاص الموجودين في اللجنه اللي منهم كمان مش حكم اساسا يبقى رئيس اللجنه. والمفاجاه كان مسؤول عن بس هو مشي، يعني طارق البشماوي كان موجود بس مشي. لا طارق البشماوي ساب لجنه المسابقات. وعلى فكره في مقاطعه اساسا للاتحاد الدولي لاجتماعات الاتحاد الافريقي منذ بطوله الامم. ما هو الحقيقه في مقاطعه، انت يعني بس اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجل. هو الامر بعيد عن الاجتماعات الرسميه والاجتماعات اللي بورق. يعني الحقيقه الاتحاد التونسي مقاطع ومش عارف مين مقاطع وحصل تعديل في اللجان. شوف مباراه يعني تلاقي مباراه الترجي بالذات والنجم برده يعني برده من بعيد لبعيد كده. يعني النجم يعني بيتجامل كده لما يكون بيلعب فريق مصري او حاجه. تلاقي مباراه الترجي في المباريات اللي بره ارضه بيجي حكام مجاهيل مصنفين يعني فيكتور جوميز هو اللي كان بيلعب ماتش الرجاء والترجي عشان يوفر الحمايه. وطبعا عمل حالات تحكيميه مرعبه برده، كان في ليه اخطاء، كان في هدف الرجاء جه وما اتحسبش بالظبط. والترجي كسب 2-0 في وسط 60 70000 80000 يروح يلعب الترجي في ملعبه فيجي له حكم مجهول. يعني طب ايه يعني ايه الاختيارات دي؟ تلاقي على المعيار مفيش معيار. فلا دلوقتي واضح ان الاهلي رمى حجر في المياه الراكده في موضوع التحكيم وبداوا ياخدوا بالهم انه احنا مش هنسكت. فعشان كده الموضوع في الفتره اللي جايه اعتقد انه هيتغير يعني. وده ان دل على شيء بيدل على حتى طاقم التحكيم اللي اتعين في مباراه الاهلي وبلاتينيوم. يعني المفاجاه للناس لما نقول للناس طاقم التحكيم او حكم هذه المباراه، تخيل هو حكم بروندي اسمه جورج جاتو، حكم دولي منذ عام 2015 يا احمد، ومواليد 88، عنده 31 سنه. بس تخيلوا هو عنده 31 سنه دلوقتي، فهو دولي وهو عنده 26 سنه، وفي خلال الخمس سنين ادار مباريات في تصفيات كاس العالم السابقه وفي تصفيات امم افريقيا، وادار مباراه الافتتاح لبطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه ما بين مصر ومالي. لو قارنت تاريخ جورج جاتو ما بين الحكم البتسواني اللي هو دولي بقى من 2007، شوف فرق السن قد ايه. البتسواني ملوش تاريخ في التصفيات، مش مرشح لكاس عالم. يعني الحكم ده البتسواني اتخمني. يعني مش معقول، يعني انا ما شفتش حكم انت عامل لايت. يعني مش حكم في الحقيقه بالوزن ده. يعني لا في مصر، يعني في حكام في مصر ظهرت شويه كده. يعني بدون ذكر اسمائهم يعني، ففي هنلاقي حكام في مصر في الوزن اللطيف ده، انما يعني ده الحكم مش قادر يجري. مش قادر يجري، حاجه غريبه جدا طبعا. فالمقارنه دي اللي انا بعقدها لحضراتكم ما بين المقارنه حكم البتسواني اللي المفروض اكبر سنا وتاريخه مش موجود وغير مصنف وما بترشحش اصلا لكاس عالم، حكم بروندي 31 سنه يعني مرشح لكاس العالم 2026 ويبقى من النخبه لسه صغير السن. المقارنه دي ان دلت بتدل ان قرار الاهلي والتحرك في هذا الملف مبكرا ابتدى يبقى فيه تاثير ويبقى فيه اهميه. حكم مباراه الهلال كان كويس، وحكم مباراه الهلال حكم جزائري. حكم كويس جدا الحقيقه، ما فيش ما يدعو ان احنا نقول انه حكم وحش. لا حكم مباراه الهلال كان كويس، وحكم مباراه الزمالك ومازيمبي كان كويس. يعني حكم مباراه الزمالك ومازيمبي في وحكم مباراه الزمالك واول اغسطس هنا كان كويس يعني الحقيقه. يعني هو حكم مباراه الاهلي والنجم كان واضح البدايه. يعني البدايه يعني، والغريب ان هو كان مقرر.
يعني اخر مباراه للاهلي في دوري المؤهل من دور ال 16 كان الحكم بتساوي في برج العرب وكان فيها اخطاء تحكيميه برضو كبيره، كان في ضرب وكان في اصابات وكان الموضوع ماشي، ولكن انت اولا خطا اداري انه تجيب حكم لفريق مباراتين متتاليتين في نفس البطوله. ده معناه ما فيش تقرير فنيه ولا في لجان ولا في حد شغال. لا هي رحله، الكاف رايح رحله. عارف رئيس الاتحاد الافريقي، رئيس لجنه الحكام في افريقيا، هو عضو مكتب تنفيذي. هو عضو لجنه المسابقات في الاتحاد الدولي. يعني هو عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الافريقي وعضو لجنه مسابقات في الاتحاد الدولي ورئيس لجنه حكام، هيجيب منين وقت عشان يركز ويشتغل في ملف التحكيم؟ هو ما شافش اصلا، هو قال برضه، هو قال انا ما شفتش الاختيارات. هو ما شافش، ما عندوش وقت، ما عنديش اشوف. وهو المفروض انه اللجنه، اعضاء اللجنه هم اللي بيحددوا، ولكن هو ما شافش. يعني اللي حدد ده مش المفروض بيبقى عنده هيستوري ماتشات الفريقين قبل ما يلعبوا؟ ما هو اللي حدد ده اصلا هو ما عندوش هيستوري، تاريخ تحكيمي ايدي ما ايه. ايدي ما ايه، فاكر ماتشات ايدي ما ايه؟ لا انا اقصد ان هو عنده شايف الاهلي السنه دي في البطوله لعب له فلان وفلان وفلان وفلان، وحتى مش المفروض الدول تتكرر. يعني لو الاهلي الحكم له حكم بوتسوانا، ما ينفعش تجيب له حكم ثاني بوتسوانا، هات له حكم من دوله ثانيه. مظبوط. يعني انما تجيب له حكم من بوتسوانا ونفسه هو الحكم، يعني حاجه غريبه جدا. فاعتقد ان ملف التحكيم في الكاف هيتظبط في الفتره اللي جايه. نتمنى. نتمنى. بس. طيب الفار، ملف التحكيم بقى في افريقيا، الفار سواء في افريقيا او لمصر، هل تتوقع او هل عندك معلومه، بلاش توقعات، هل عندك معلومه ان الفار سيطبق خلال الفتره القادمه في مصر؟ في تصريح كابتن محمد فضل النهارده بيقول ان الفار جاهز، وهم عندهم في المفروض في مناقصات بتتعمل عشان، وفي شركات كتير جاهزه لتطبيق الفار. هي كانت شركه واحده قبل كده. ما هم لا، في جابوا اكتر من عرض. هل بقى الحكام نفسهم جاهزين لتطبيق الفار؟ هم يعني دربوا؟ ما بالظبط كده، هل الحكام المصريين حصل ليهم دورات تدريبيه لتطبيق الفار؟ يعني ما شوف، ما يعني انا ما انت شفت تصريحات او سمعت خالص او لقيت؟ بالعكس، ده كابتن جمال غندور قال لك انا ما عنديش فكره عن الفار هيطبق امتى. يعني هل حد قال ان في معسكر للحكام عشان تطبيق الفار؟ هل اتلعبت مباريات يعني مباريات تجريبيه بالفار؟ يعني المفروض ان تتلعب مباريات وديه بالفار عشان الحكام تبدا تجرب الحالات والتواصل ازاي هيتكلموا مع بعض، وازاي اذا كان احنا حامل الرايه والحكم بيختلف وهم معاهم سماعات. فهل لانه في قواعد، يعني الفار بتلعب على حاجات معينه، يعني بتلعب على التسلل في الاهداف، بتلعب على ضربات الجزاء، بتلعب مش فاول ولا مش فاول ولا كورنر ولا 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 ولا. ولكن لو الحدث ده، يعني لو الفاول ده كمل وحصل جول، هيتلغي زي بالظبط بقى ايه، حاله شهيره جدا، جول الزمالك الثاني في المقاولين. جول الزمالك الثاني في المقاولين جه من كورنر غير صحيح، عشان مزبوط. بس ايه، لما قعدوا يتكلموا، احنا قلنا الحكم جامل، لو الفار قال ان الكورنر الكوره جت جول والفار قال الكورنر مش صحيح، هترجع مش هتحسب جول، هتلغي اصلا الكورنر من البدايه. لغيت الاساس، ما بقولي على بطل فهو باطل. بالظبط، لان الكورنر جه جول. بالظبط. فلو لعيبه المقاولين قالت انه لا ده الكورنر مش كورنر، فهيرجع للفار، هيتوقف ويرجع للفار، يرجع للفار فهيلغي الجول. فعشان كده الفار لازم يكون، يعني لو الكورنر ده بقى ما جاش حاجه خلاص هنكمل. فعشان كده طبعا هو مش لعبه جديده، الكورنر مش لعبه جديده، الكورنر ده كورنر، الكوره طلعت انه بيقول لو الفار مثلا فاول والكوره راحت واتقطعت وبتاع وبعدين جه جول، لا مش خلاص ارجع، لا مش هيرجع للفاول. زي بالظبط كان السنه اللي فاتت في مباراه اياكس تقريبا وريال مدريد الفاينل مع ليفربول ولا لا مع الريال، اياكس وريال مدريد، اللي هي الكوره اللي جابها لعيب اياكس من عند الاوت. الكرة خرجت اوت، كان خرجت وبعدين لعبها فراحت فجت جول، فوقفوا ورجعوا عملوا تشيك على الاوت انه هل اوت ولا مش اوت. بالظبط. فالكوره لما رجعوا لقوها مش اوت فحسبوا الجول. مظبوط. انت بترجع لاصل الكوره، اصل الهجمه فين وبتنتهي ازاي. فاصل هجمه جول الزمالك في المقاولين الكورنر نفسه، فاصله أو مش حقيقي. عشان كده الفار لازم الحكام يبقوا عارفين هيطبقوه ازاي. طب الحكام اساسا في مصر عندهم وقت يتدربوا على الفار؟ لان ده محاضرات وكورس. عندهم وقت يحكموا اصلا؟ ما هو عندهم ضغط الماتشات مش هيديهم فرصه او وقت للتدريب. لا ما هو انت لازم يعني لازم تجهزهم. امال هتدخل الفار والحكام مش جاهزين؟ يعني لازم تجهز الفار عشان الحكام تبقى جاهزه. يعني انت هتعمله ازاي؟ يعني هتعمل الفار والحكام اللي هتقعد في الاوضه عشان تعمل اتصال بالحكام اللي في الملعب مش جاهزه؟ ازاي يعني؟ ازاي؟ لانه كمان في حاجات مهمه جدا في الفار، بمعنى انه في هجمات بيبقى فيها شك في التسلل. تمام. فالمفروض حامل الرايه بيسيبها عشان تيجي جول، فلو جت جول بيرجع للفار، قال تسلل تحس التسلل، يعني انت ما توقفش الكوره وهي فيها شك. لازم كمان حامل الرايه يتدرب على ده، لان في هجمات كتير قوي بتشوفها الحكام بيسيبوها، بتبقى فيها شك تسلل، فالحامل الرايه بيسيبها
عشان تيجي جول فيرجع للفار، لو الفار قال ان هي تسلل بيلغي الجول خلاص اداك، انما انت مش كل حاجه تروح رافع الرايه وتقول لا واه وبتاع وتوقف الدنيا وتقول لا ده الفار ما مش هيتطبق، لازم تسيب يعني حتى اداء الحكام في الملعب لازم يتغير لما يجوا يطبقوا الفار، الشك في مصلحه المهاجم زي ما بيقولوا يعني الشك في مصلحه المهاجم زي ما بيقولوا، فلازم يغيروا عشان نشوف الدنيا فيها ايه. طيب هختم معاك بجزئيتين ونتكلم فيها بسرعه عشان الوقت، لان الفقره الثانيه هيكون معايا فيها كابتن رمضان السيد. تابعت ازاي انضمام محمود كهربا لفريق النادي الاهلي، الدور المنتظر منه والنصيحه اللي ممكن توجهها له او ايه اللي ممكن يتقال في التوقيت والمرحله ديت؟ طيب النصيحه اللي انا قلتها لكهربا، ان كهربا يعني من الناس اللي بشكل شخصي يعني كلمته طبعا يعني كهربا صديق واخويا الصغير، يعني انت بقيت في النادي الاهلي رجعت بيتك، انت بقالك فتره طويله عايز تحقق الحلم ده، وخلينا بس نكون واضحين عشان فكره انه خاين وهارب والكلام الفارغ اللي بيتقال، لا 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 مفيش حاجه كده. كهربا لحد اخر مباراه ليه مع الزمالك في الكونفدراليه كان هو السبب، وهو اللي راح اتخانق عشان يجيب لهم ضربه الجزاء اللي كسبوا بيها الكونفدراليه، فهو كان لعيب مخلص للفريق اللي كان بيلعب بيها وده الاحتراف، انما هو محمود عبد المنعم كهربا مصر كلها والناس كلها عارفه انه اهلاوي، ابن النادي الاهلي، هو ابن النادي الاهلي ماشيين النادي الاهلي، انت بقيت في النادي الاهلي حققت حلمك، لازم تحافظ على المكان اللي انت فيه، انت لعيب موهوب من اهم اللعيبه الموجودين في الكره المصريه، الجمهور الاهلي مستني منك كتير، صفقه رابحه بنسبه كبيره جدا النادي الاهلي، بشكر امير توفيق لانه شاطر وعمل حاجات كتير قوي انا اعرفها، وادار الصفقه بحنكه وامتياز ويستحق فعلا ان جماهير الاهلي تشكره، والحقيقه مهندس صفقات جديد خير سلف للكابتن والقائد المهندس عبد القيعي الثعلب الكبير، وطبعا اعتقد ان هو ما بيشتغلش الا بنصائح الثعلب كابتن، اداره متكامله الكابتن عبد القيعي تمام، فلا صفقه مهمه، واتمنى ان كهربا في يناير يكون اضافه للاهلي وفريقنا الاهلي. جهاز المنتخب بيحضر ماتشات الدوري ولا الكابتن حسام بس اللي ما بيحضرش والباقي بيحضر؟ انت هو انا الحقيقه غريبه جدا ان الكابتن حسام البدري ما بيحضرش مباريات، حضر مباراتين بس وانا ما اعرفش يعني ايه، انا ما بحضرش مباريات اتفرج عليها في التلفزيون، يمكن في مساعدين بيعملوا تقارير فنيه بيرفعوها تقارير لا في فرق كبير قوي بين رؤيتي الفنيه، انا محمد لو انا قاعد انا وانت بنتفرج على ماتش، انا ليا رؤيه فنيه في لعيب وانت ليك رؤيه فنيه، لان انت اللي هتحط الخط يعني انت اللي هتحط، مفيش حاجه اسمها كابتن حسام بيتفرج على ماتشات في التلفزيون، يعني ايه يعني ايه مش فاهم، ما انا اتفرج يعني انا ابقى مدير فني منتخب اتفرج على ماتشات، ما بتفرج على ماتشات الدوري كلها وعارف مين الكويس ومين الوحش يعني، ما بس تاديه الاداء الدور لاي لاعب على ارض الملعب مختلف تماما عن اللي شايفه في التلفزيون، تحركات والتغطيه والهجوم وفتح المساحات وي وي وي، انت هل انت بتثق تماما في المعاونين بتوعك اللي بيكتبوا لك تقارير؟ ما خلاص انت حضرتك مع كل الاحترام ليك، ما هم اللي يديروا المنتخب، هم يعني انت هتحط التشكيل ازاي وانت بتعتمد على ورق؟ خلاص ما ناخد الورق واقول ان ده كويس واحط التشكيل. فكره ان هو عايز يعمل معسكر للمحليين في الفتره الجايه، وده طبعا هياثر على المشوار الدوري وممكن ياجل مباريات، ما هو اتقفل له الدوري 55 يوم، والحمد لله يعني حققنا نتائج مبهره، تعادلنا مع كينيا هنا وتعادلنا مع جزر القمر هناك، وطلع بعد ما قفلنا الدوري 55 يوم قال انا ما كنتش انا مش انا اللي قلت اقفلوا الدوري، ده قفل الدوري اثر على مستوى اللعيبه، يعني نفتح الباب نقفل الدوري ولا نشغله، يعني هل انت كابتن حسام عايز الدوري يكمل ويمشي طبعًا، ولا عايزه يقف؟ ما هو لما وقفنا لك الدوري قلت ان اللعيبه اتاثرت مستوى اقل، يعني ايه اللي هتعمله وانت اللعيبه قعدت عندك معاك ثلاث اسابيع ما عملتش حاجه؟ يعني قعدت ثلاث اسابيع الحمد لله يعني جبنا ثلاث اهداف، اثنين عن طريق حمدي فتحي وواحد عن طريق كهربا، فلما حمدي فتحي اتصاب ما عرفناش نجيب جوال، ما اتحركناش يعني ربنا يكون في عوننا يعني لحد ما الفتره دي تخلص. ابو حميد نورتني وشرفتني، واللي جاي ان شاء الله يبقى افضل للكره المصريه، واتمنى في مساحه وقت نقدر نتكلم، لان في موضوعات مهمه جدا بتخص الاهلي تحديدا كمان في الفتره اللي جايه ان شاء الله، وكل التوفيق ليك يا رب، ودايما كده خزانه اسرار وكواليس. سعيد بوجودي معاك يا محمد، وسعيد ان انا موجود على قناه الاهلي، شكرا. الله يخليك، شكرا جزيلا يا ابو حميد. فقره حواريه كانت مهمه جدا، لان الاعلام الرياضي والنقاد الرياضيين دايما بيبقى عندهم الكواليس والاسرار، ومهم جدا نلقي الضوء على هذه القضايا الرياضيه عشان نعرف ماذا يدور خلف الكواليس، واللي في النهايه بيبقى فيها قرارات ممكن نتفاجئ فيها، نتفاجئ بيها، ممكن ما نتفاجئش، على حسب المرحله الجايه ممكن ايه اللي هنشوفه بالنسبه للكره المصريه او بالنسبه كمان للكره الافريقيه، لان الاهلي داخل في اكثر من محور، سواء المشوار المحلي والدوري والمشوار الافريقي ودوري ابطال افريقيا في الفتره القادمه.
فقرة الحوارية الثانية فقرة فنية مع أحد نجوم التحليل وأحد النجوم التدريب في الكرة المصرية وفي النادي الأهلي بشكل خاص، الكابتن رمضان السيد. بعد الفاصل انتظروه حديث فني عن مباريات الدوري ومباراة الإسماعيلي والأهلي إن شاء الله اللي هتقام بعد غد على استاد حرس الحدود في الأسكندرية.